حلو جدا، اخد بعضي وارجع دي عشان معانا مكالمه مهمه برضو، وبعد كده نرجع طبعا نكمل طبعا الحواديت والذكريات الرائعه الحقيقه، وتاريخ كبير جدا داخل النادي الاهلي. معانا احد النجوم برضو اللي هم كان له دور كبير جدا، واهلاوي اهلاوي 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 اهلاوي، يعني من تحت نخاع، مش عايز اقول لك برضو اس 10 اس 20 مش 10. النجم الكبير طبعا احمد فهمي، احمد فهمي واما طبعا فريق واما. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك كابتن اسلام، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا نجم؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك يا كابتن، والله كله زي الفل. اولا انا حابب بس قبل ما تقول اي حاجه اهنيك جامد جدا 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 بالنيابه عني وعن كل جماهير النادي الاهلي عن الاغنيه الرائعه الحقيقه اللي اديتوها امبارح، ويعني صوتك الرائع وصوتكم مع بعض الحقيقه واحساسكم اللي وصل لكل اهلاوي الحقيقه يا احمد. ربنا يخليك يا كابتن. يعني انا اول حاجه طبعا عايز ارحب يعني بالبشمهندس عدلي القيعي اللي انا بعتبره طبعاً. يعني اقول لك ايه، بعتبره مش عايز اقول ابويا، بس يعني انا يعني بحبه حب غير عادي يعني. وطبعا الكابتن الكبير محرم اللي انا بجد يعني هو مدرسه كبيره في النادي الاهلي، وكلنا طبعا اكيد بنعتز بيه جدا جدا وفخرين بيه جدا وبالتاريخ العظيم. يعني انا دلوقتي كنت لسه بتفرج كمان على حاجات كتير قوي انا ما كنتش اعرفها. وقد ايه اتشرفت بان النادي الاهلي بيكرم الرموز زي ما الكابتن عدلي كان لسه بيتكلم دلوقتي حالا، اللي بيقول ان النادي الاهلي ما بينساش حد. طبعا. وانا بعتبر نفسي ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني ده حقيقي. من وانا صغير يعني يمكن كان طموحي ان انا العب في النادي الاهلي، وعملت اختبارات في النادي الاهلي، بس يعني الحمد لله عديت وقدرت وكل حاجه. بس ابويا ساعتها بقى ركز في موضوع المزيكا وبتاع. بس من اللحظه دي وانا قلت ان لا، يعني انا فنانه النادي الاهلي دي معايا في اي حته. يعني مفيش ماتش النادي الاهلي مفيش حاجه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. زي ما قلنا في الاغنيه امبارح كده، الواحد فخور ان هو اهلاوي. يعني الاهلي يعني ساعات كده الواحد مع ظروف الحياه والشغل والتعب وكده، اول لما يتفرج على ماتش الاهلي والحمد لله الحمد لله بنكسب طبعا، الواحد كده بيحس ان خلاص انا تمام، ما عنديش مشاكل في اي حاجه. فبجد يعني انا اول حاجه مبسوط جدا 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 وفخور ان اداره النادي الاهلي سمحت لنا ان احنا نعبر عن حاجه جوانا للنادي الاهلي، النادي العظيم الكبير اللي احنا نعتبره بيتنا بجد. وطبعا عايز اشكر ناس كتير قوي ورا الاغنيه، عايز اشكر طبعا الشاعر الكبير ايمن بهجت قمر طبعا على الكلام، لان هو اهلاوي بقى صميم. لا لا ايمن فظيع يعني. فظيع. يمكن باشمهندس كمان عارف الموضوع ده ان ايمن اهلاوي. طبعا طبعا. وطبعا هشام جمال الملحن ومادي الموزع، وعايز اشكر شركه نجوم ريكوردز وشركه هاي واي برودكشن، وعايز اشكر يعني النادي الاهلي بجد على الفرصه الكبيره دي. وعايز اقول حاجه برضو بسيطه جدا كده للباشمهندس عبد القيعي. اتفضل. يعني عايز اقول له ان انا ومنا بنعمل اغنيه دلوقتي للنادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله تحوز على اعجاب النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. دي مفاجاه لسه بقولها اهو دلوقتي على الهواء. دي مفاجاه اول مره اسمعها منك. مدبس منا معايا في الموضوع ده، لان بجد يعني منا موهوبه جدا 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 يعني. منا عامله حاجات جامده جدا. لا لا رهيبه يعني. يعني يمكن احنا كنا قبل كده جربنا نعمل حاجات مع بعض اغاني وبتاع. بس اتفقنا يعني بعد الاحتفاليه بتاعت امبارح، لان بجد احتفاليه عالميه مشرفه جدا جدا. فان شاء الله باذن الله يعني هنعمل مفاجاه جامده جدا، ويمكن حتى باشمهندس ما يعرفش. ده يعني كده كده مصر كلها هتعرف خلاص. يعني انا الحقيقه بس عايز، وانت معانا يا احمد برضو لان ده مهم جدا، الاحساس الاغنيه وصل بسبب الكلام اللي بيقوله احمد ده بجد والله يا كابتن محرم. لا الناس مش بتغني، بتعمل حاجه باللي الناس بالظبط. بص الاحساس يعني انا حاسس انا جسمي اشعر بتلقائيه يعني بتلقائيه. لا وحب النادي يعني. لا لا لا. الراجل بيتكلم يعني كانه انا كانه التراس. يعني كانه بيحب النادي جدا. وقد ايه عشان كده اصل بص يعني ده يهز المدرجات الاغنيه دي. حضرتك عارف يعني ايه حاجه تفضل ترند لمده اكتر من 24 ساعه؟ دي معناها كبير جدا. طبعا جمهور النادي الاهلي يحط الترند في اي حته، جماهير النادي الاهلي، لكن ان انت تفضل 24 ساعه واكتر ترند على تويتر في الاغنيه، فده معناه ان الاحساس واصل للناس. انا صاحي الصبح النهارده اول ما صحيت وانا والله العظيم بتكلم بجد
انت كانك تصحى تغني. صحيت الصبح، لا ما غنيتش، صحيت الصبح النهارده سمعت الاغنيه، لان انا امبارح بالليل ما كنت موجود في مركز قوي، ما كنتش مركز قوي، فصحيت الصبح اولا لقيت كميه مسجز غير طبيعيه على الاغنيه، ففتحت الاغنيه سمعتها وحطيت التليفون على وداني عشان اسمعها. اتبسطت جدا جدا من كلام الاغنيه، من اداء اللي موجودين، النجوم اللي كانوا موجودين، حاجه كانت في منتهى الروعه بصراحه يا احمد والله. يعني انا احمد هو الاحتفالات جايه كتير، وكابتن امبارح نوه ان لسه الاحتفال ببطوله افريقيا بقى مش بتتشين النجمه لسه جاي مع برزنتيشن هيعملوا حاجه ده مهمه يعني. فاي اي عمل فني هو اضافه طبعا، الجماهير متشوقه وبتشرب اي فن صادق مخلص جميل يعني امبارح الفنان احمد سعد بصوته الجميل طبعا. رامي جمال يعني بطلته الحلوه وقبوله يعني ودفئه. الحقيقه الفرقه بتاعتكم اللي انا مش عايز انسى حد فيها، اذا كنت ناسي حد فكرنا يا حبيبي. نشكركم نادر ومحمد نور، ويعني نور وشادي ونادر وكلهم حاجه جميله جدا. نتمنى باذن الله ان الاعمال الفنيه دي مع الاعمال الرياضيه يبقى في هذا التناغم. على فكره ده بينقي الذوق العام وبيخلصنا من التوتر واللي عايشينه وتليح الكلام والكلام الفارغ ده. ايوه لانه ياخدنا في سكه نظيفه. لانه بقى احمد لما بص بيجي يتكلم بيتكلم بمنتهى الرقي، بمنتهى الاحترام. ايوه الاغنيه واصله للناس برقيها، مش بتلقيق يعني. مش انت شفت احمد وهو بيقدم طبعا، شفت رقيه ونجاحه شفته وهو بيلعب كمانجا وبيلحن شفته هو بيلعب كوره كمان لا يعني فنان فنان الحقيقه يعني متعدد المواهب ويستحق الحقيقه وشفنا دلوقتي هشام جمال وهو بيغني اللي هو ملحن الاغنيه وبيغني برضه ومنتج يعني شباب حاجه تفرح وحلوه منظومه جميله دي زي منظومه النادي الاهلي بالظبط كده. انا اللي لافت نظري في الموضوع يا احمد ان الرقي اللي في الاغنيه وحلاوه الاغنيه واحساس الاغنيه بقى لما يا احمد وتعبير الاغنيه لا واصل للناس بطريقه انا ما اعرفش. انت طبعا اكيد طبعا ناس كتيره كلمتك، ولكن انا كلمني كميه ناس على الاغنيه وعلى شكل الحفله كتير جدا يا كابتن والله مش عايز اقول لك كميه الناس زي ما انت كنت لسه بتقول. انا قمت على تويتر يعني انا مش مصدق كميه الكلام الحلو اللي الناس قالته على الاغنيه يعني. وبعدين يعني كنت لسه بقول في حته في الاغنيه مرحله بعدها مرحله والرجاله مكمله يعني في كلام كده الاهلي القمه اسم على مسمى اهلي وبدم تشجيعه وبتباهى يعني الكلام بجد طالع جميل كل صراحة. واحد اهلاوي وطبعا عايزين نوجه تحيه كبيره جدا جدا للاسطوره الكابتن محمود الخطيب طبعا اللي انا يعني في ناس بتشبهني بيه ان انا شبهه شويه يعني طبعا اتمنى ان انا كنت شبه الكابتن محمود الخطيب يعني في الملعب كمان يعني في الملعب دي صعبه شويه يعني صعبه جدا يعني. اخيرا يا احمد لو حابب توجه اي رساله لجمهور النادي الاهلي وقبل بس ما يعني اقفل معاك انت يعني انا بشكرك جدا 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 مش انا لوحدي الحقيقه كلنا بنشكرك كل جمهور النادي الاهلي بيشكرك ومحرم بن راغب والمهندس عادل القيعي الحقيقه قد ايه احنا مبسوطين بهذه الاغنيه وفخورين ان احنا عندنا مغنيين بهذا الرقي وهذا الاحترام الحقيقه يعني. ربنا يخليك يا كابتن. انا مش عايز اوجه كلمه للجمهور لان الجمهور الاهلاوي جمهور فيعني مش هتكلم على جمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول كلمه للعيبه النادي الاهلي انتوا رجاله ومفيش اي حاجه تهزكوا لنادي النادي الاهلي والبطولات جايه كتير. انتوا جبتوا لنا بطولتين افريقيا في 7 شهور يعني ما يعني مشكورين على كل مجهود بتعملوه في الملعب وبره الملعب من التزام واخلاق وحاجه مشرفه لمصر والعالم كله. انا بشكرك جدا يا نجم على المداخله الجميله دي ويعني بجد بنشكرك مره ثانيه وثالثه وعشره ومية تستحق الحقيقه هذا الزخم الكبير جدا جدا على هذه الاغنيه الرائعه. شكرا جزيلا النجم احمد فهمي على هذا الاداء الرائع والاحساس اللي وصل لكل الناس يعني حاجه محترمه جدا.